ماشيين بشكل جيد الفتره اللي فاتت دي. كان لعيبه المنتخب موجوده في المنتخب لغايه يوم 9/11، احنا كنا ماشيين بشكل كويس جدا باللعيبه اللي موجوده معانا، وبعد كده انضم لينا لعيبه المنتخب من امبارح. كنا طبعا شغالين على ماتشين الجيش والزمالك يوم 12 و13 الخميس والجمعه ده، بس تم تأجيله لغايه يوم 28 و29، فاحنا ماشيين على البرنامج الزمني اللي احنا حاطينه زي ما الاتحاد يقرر هل هنلعب بالقائمه القديمه والقائمه الجديده. دي طبعا دي حاجه تخص الاتحاد المصري لكره اليد، لما يطلع القرار احنا جاهزين سواء هنلعب بالقائمه القديمه فاللعيبه موجوده على تم استعداد يعني، ولو بالقائمه الجديده طبعا ده هيكون افضل اضافه كبيره لينا، وان شاء الله ربنا يكرم يعني ويوفق يعني. كان اخر ماتش من فتره من اسبوعين تقريبا كنا مع سبورتنج واصحاب الكياد، ادينا بشكل محترم وشكل ممتاز وخلصنا ماتشين، خدنا يومين راحه بعدين نرجع في التمرين من اسبوعين، بنجهز كويس قوي، واقفين على رجلينا، شغل بدني وشغل فني، واقفين على رجلينا مستعد للماتشات اللي جايه. احنا طبعا حققنا فوز في 5 ماتشات في الموسم الجديد، الدوري الجديد، عملناهم ماتش كويس وبعد محترم، فحققنا المكسب فيهم في ال5 ماتشات اللي فاتوا، فاضل لنا 3 ماتشات في الدوري الجديد وماتشين في الدوري القديم، هيبقوا موجودين في خلال تقريبا من يوم 18 ليوم 28، هيبقى الفتره ديت بنستعد لهم كويس، انها 5 ماتشات في وقت قليل، فبنحاول نستعد لدوت كويس، قائد الجهاز الفني كابتن طارق وكابتن يحيى وكابتن مهند، فبنقدر نستعد لده كويس واقفين على رجلينا وبنتمرن فيه. طبعا كان الاول يعني احنا اول ما جيت ابتديت مع الفرقه يعني طبعا ما كنتش عارف الفرقه انا موجود معاهم في المنتخب، يعني في احنا في 11 لعيب في المنتخب، فطبعا ما خدش وقت، انا دخلت مع الفرقه لعبنا اول 5 ماتشات الحمد لله كسبناهم كلهم يعني باريحيه الحمد لله، وبعد بنستعد ان شاء الله عشان عندنا ناقص 3 ماتشات في المجموعه بتاعتنا، وبعد كده الدوري هيقف عشان كاس العالم، وبعد كده نرجع نكمل ان شاء الله الدوري، فان شاء الله نقدر ان احنا نعمل حاجه كويسه السنه دي باذن الله. احنا حبينا نصور التقرير ده مع حضراتكم وتشوفوه لسبب، لانه زي ما قلنا لكم الحلقه اللي فاتت الفرقه بتستعد وبكل قوه ايا كان الظروف اللي هنلعب فيها وايا كان اللعيبه اللي هنلعب بيها. النادي الاهلي دائما ابدا بيدور على المكسب، والنادي الاهلي ما بيدورش على اعذار من قبل ما يلعب، ولكن الحق المشروع لازم نتكلم فيه، واللعيبه زي ما حضراتكم شفتم بيستعدوا بكل قوه للماتش، وان شاء الله نكسب المباراتين وناخد الدوري وهو ده التارجت بتاعنا. ولكن انا بعيد وبزيد، الحقوق المشروعه لازم نتكلم فيها ونقول، لان احنا مفيش يعني حته ان انت تلعب بالقائمه الجديده بعد الفتره دي كلها مفيش حد ابدا يعني كان يقول كده، وما كناش متوقعين ده، واكبر دليل ان احنا دخلنا في الصفقات واحنا مش دافع حسابنا، لان الكلام كان كله ان احنا نلعب بالصفقات او نلعب بالقائمه الجديده.